بعد لما جسدتك كانوا اثنين، كانوا اثنين مع بعض، واحد منهم رفيع ركب العربية اللي استقل العربية اللي هي الأجرة ومشي، وقفوا هناك هنا بتليفون، وقع منه التليفون، الواد اللي هو هرب بالعربية ماشي. الواد التاني التقيل لما حط الكيس، لما حط الكيس هنا وجي يجري، كانوا الجماعة جاروا وراه جابوه مسكوه هنا اتكوا على دماغه على الكيس، فقال لهم ده القنبلة كانت جاية من فجرة بعد ما هم راحوا بيه هنا. بعد 10 دقايق قال لهم ده في قنبلة تانية، قنبلة تانية سمعوا صوت رجعوا لورا زمايل، قامت جاية الايه القنبلة التانية ايه من فجرة اللي هي عند الشجر عند الحضارة، جري منهم برضو الواد السايب منهم لما تفزعوا من القنبلة وجريهم كلهم هنا لحد العربية الايه اللي بعد العربية التانية المكسورة دي تمام. كفهم ايه من جريهم وتلهوجهم ورا الواد وهو بيهرب متهم، قاموا واقفين ايه ورا العربية، واحد مننا من زمايلنا بتاع حصته جامد الايه الفم بتاعه مكسور. الواد السايب منهم جري فضل يجري منهم هما التلاته، راح لحد فين دخل الحديقه، الحديقه اللي هي بتاعت اللي جنبنا دي اللي بعد في اخر الطريق، ومسكوه هناك وجابوه ربطوه بالجرافطه وخدوه الدفس. الحته كلها جت على الشرطه قريبه مننا هنا، اسم حلوان واسم المحصره، جت طبعا خدت الراجل اتحصرنا عليه وكتفناه مسكناه يعني جامد وكتفناه بالحبل وحطيناه في العربيه لحد ما الشرطه ما جت حافظت عليه، وراحوا اخدوه وراحوا ماشيين. بس الحراسات الخاصه بقى جت والدنيا كلها اتقلبت هنا بصراحه الصبح. الحمد لله يعني شافوا بقى الاثار بقى الموجود، ولمنا مكان القنبله دمرت الدنيا هنا بصراحه، والحمد لله هو ده يعني نجات على قد كده. احنا كده كده يعني مع المستشار بقى لنا سنتين هنا، كده كده الحمد لله بنفضل صاحيين ال 24 ساعه، والحمد لله المستشار معنا كويس يعني وكده، والحمد لله على قد كده. هل جات لكم اي تعليمات جديده بعد الانفجار اللي حصل النهارده؟ لا والله، هي كده كده التعليمات اللي نخلي بالنا من الباشا وخلاص، ونخلي بالنا من نفسنا، ونخلي بالنا من الناس كلها. ساعه القنبله انفجرت ونزل من الشقق من فوق.